ركود غير مألوف تشهده أسواق الماشية في مدينة عتق، وإحجام من قبل المواطنين عن الإقبال على شراء أضاحي العيد، فعدد المواشي هنا يفوق عدد المتسوقين والمقبلين على شرائها. ربع مليون ريال وصلت قيمة الأضحية الواحدة في أسواق محافظة شبوة، وهو ارتفاع جنوني كما يصفه البعض هنا وغير مسبوق في أسعار أضاحي العيد، وهو الأمر الذي لا يستطيع على مجاراته المواطن ذو الدخل المحدود. والله يا أخي سعر الأضاحي زايد على اللزوم، والمواطن الذي ضعيفة قدرته ما بيقدر يأخذ ضحية 200 250 150 120 لذي هو ظروفه صعبة، أين يأخذ؟ المواطن الذي هو على الراتب ما يقدر يشتري أضاحي أبدا، لأن أسعارها غالية. أقل شيء يعني 100,000 اللي هي صغيرة، ولا في أرفع شيء من 200-230 وصل. المتسوقون من المواطنين هنا يرجعون ارتفاع أسعار الأضاحي إلى جشع تجار الأغنام لاستغلالهم لمناسبة عيد الأضحى ومضاعفة الأسعار، وهو الاحتكار الأسوأ في ظل تدهور اقتصادي متسارع. وفي المقابل يرى كثيرون أن التجار هم الطرف الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن ارتفاع أسعار المواشي، بينما يبرر الباعة أن معاناتهم تتسع بسبب غلاء القمح والأعلاف وتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث يعد سبباً من أسباب ارتفاع أسعار أضاحي العيد. الأسعار من نفس الفئة في السوق تلعبها، ونحن وبعدين يعني ما تجيب نبيعها ربيها بس لها يمكن سنة أو سنتين يجون أهم يشيلونها بخمسين بأربعين، وبالتالي في النهاية يبيعونها 80-90 يطردون السوق على طول. هذا ما يصلح هذا الكلام. الأسباب حقها هي الغلاء المعيشة. أيوه. الكيس البوش نشتري ب 6,000 كان ب 4,000 2000 2003 وطلع إلى 6,000 الآن. اضطراب حالة الأسواق بسبب الأسعار وتأرجحها لا تقتصر على المناسبات فقط، إذ لا تزال على هذه الحالة خلال أيام السنة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، لكنها أكثر ما تشتد مع حلول الأعياد ذات الطقوس التقليدية المتنوعة. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.